كنت محتاجة الخروجة الحلوة دي، ولو إن مش وقتها. والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش حقك عليا. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وأنت ذنبك إيه يا محروس؟ ده قضى ربنا. الحمد لله طبعا. بس يعني إحنا ما كملناش شهر جواز. وأنت بدل ما تفرحي دخلت في مستشفيات ودجالين ومتاهات مالهاش تاخد. ما تقولش كده، أم صباح دي غالية عليا وخيرها مغرقني. إن كان يا سيدي على الجواز الأيام جاية كتير. ادعي بس ربنا يعافيها. يا رب يا زينب. يا رب. كله عشان رقصت لك. تشكر يا اخويا على الغدوة العسل دي. ده انت كنت بتاكلي في اخر جالي. خمسة في عينك وانت دافع حاجة من جيبك. الا قولولي بقى، هي الفسحة خلصت كده؟ اه خلصت. هسيبكوا ساعتين زمن، اروح اقضي مصلحة واجي. سيبنا فين؟ في الشقة. شقة يا انس. شقتي يا جدع. أفخم شقة فيك يا اسكندرية. الله الله، ده صاحبك ده طلع تقيل قوي. ده لسه دافع ست ورقات بمية في الغدا. بتبنى ولا إيه حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. أهو يلا بينا على الشقة. هنروح للشقة. وعم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقى اكيد على وصول. ممكن. طب خش انت صح الحاجه خليها تفوق. والنبي خليها، ده انا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين عشان بس ما تصحاش وتتخض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا ستي، اتفضلي يا ستي. بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك اخويا. ده محروس اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب؟ ام صباح عاملة ايه؟ الحمد لله. انت اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركة. على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جداد. بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس. اتجوزتوا بسرعه قوي. ايه ده؟ اتعرفت بيه؟ هشرب ينسون. ولا لي فحمتين بس خليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسلية انت. اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي. ايه اللي كسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب زينب زينب
اللي حصل؟ زينب بابا إني أغمى عليه أو إني محروس. أنت وقعت كده إزاي؟ تعالي بقى على مهلك يا زينب، حاسب الإزاز على مهلك. إيه اللي حصل؟ إيه ده؟ ها؟ إيه ده؟ مالك يا زينب؟ سيب يا محروس. هو اليوم من أوله بس. مالك؟ أنت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت هشام ما أكلتش طول اليوم. وما أكلتيش ليه يا زينب؟ معلش يا محروس أنا ما تاكلي يا زينب. أنا كويسة. طيب نروح لدكتور؟ أخرج أنت لسه تبرع عيب. ما تولع على الست يا زينب، انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها واحده لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسه؟ انا كويسه والله، عشان خاطري اخرج. أنا غلطت، كانش ينفع أقتل الواد اللي كان خاطبها ده. أنا يا رب البيل اللي اختصت في قعره ده. هو الكاس طلب معاك نكد ولا إيه؟ في إيه يا عم اللي فكرك بالكلام ده؟ ما تخلينا في الحلمة اللي إحنا فيها. هو صاحبك سابنا أساسا وراح فين؟ أختك هي السبب، عشان اتجوزتها فهي سابتني وطفشت. اهو احنا اللي تنيلنا بنيلة، عسلية هي اللي نفدت. يا ترى لو قابلت عسلية هتعاون معاها ازاي؟ يا خبتك يا راشد، بتفكر في ايه دلوقتي؟ خوف، فكر في نفسك. بتفكر في عسلية؟ طب عليا النعمة، انت لو خرجت دلوقتي وشافوك ليقفشوك ويشنقوك. يا ريت احسن الحياة ما تلزش قوي يعني. تعرف يا فتون؟ ايه يا اخويا؟ انا عمري ما اتمنيت حاجة بجد وحصلت. اه عارفة، تلاقيك يا اخويا كان عليك ندر وانت صغير وما وفتوش. والنبي انت ما عندكش دم. مساء الفل عليكم. انت اتأخرت ليه يا اخويا؟ اه معلش اتأخرت حبتين، كنت بجيب لك هدية يا رب تعجبك. هدية؟ اه هي مش موضة قوي، بس لو اتلبست تحت الهدوم تقضي الغرض. حلوة يا اخويا. ايه رأيك؟ حلوة. يا قوي يا قادر، يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون، احضروا وبينوا، احضروا وبينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية. انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا، والسمع يا صاحب اللطف لطفك بينا، يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم، بارك الله فيكم. ديانتك ايه؟ حشرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لو يزوك. تعال هنا صلاح. ابعد ابعد لو يزوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف.
يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف علينا يا صاحب اللطف يا لطيف اللطف اطلب بينا في مكان يا لطيف اللطف اطلب بينا في مكان في المقابر يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف